قبل النجف ويرجع ما يعتبروا اجى من النجف، علامة اللي اجى بها من النجف هي علامة العطور لو الدين ها لو الطرشي، لان دن مشهورة به وثابتة وجوده. تميز النجف على باقي المحافظات، على باقي المحافظات بالعراق النجف الأجرف متميزة باستخدام العطور المركزة. تحب هسه تشوف ولا تشوف العطورات الأجنبية الجاهزة، العطورات الأجنبية قلت استخدامها بواسطة نزلت هاي العطورات المركزة، والعطورات المركزة ثبتت وجودها لأن بقائها ثباتيتها وحب استخدامها اللي هي نظيفة طاهرة حتى للصلاة. الشورجة بغداد موزع رئيسي هي اللي بالعطور الشورجة، بينما يجيني ابن الشورجة ابن بغداد هو يتبضع من عندي عطور. ليش؟ تبركا واستحبابا يقول خذ عطر من النجف. عالم العطور عالم ما حد يقدر يعرف خصوصيته الا اللي يستخدمه. ايش قد ما تكون موسوعيتك انت تقول بعدك انا بعدني مو بالموسوعية اللي ببال اي واحد ابو مصلحه وابو عطور. بالذات العطور هاي العطور المركزة، العطورات الزيتية اللي احنا نصيح لها، العطورات العربية، العود وبأنواعه أسعارها تتراوح أسعار العطور المركزة حسب نوع القارورة. الشيشة أكو شيشة كبيرة، أكو شيشة حجم متوسط، ورا الزبون اللي يريدها.